والو كيفاش والو؟ انايا شنو فيها؟ ياك حنا بوحدنا ولا جاو دابا؟ فين غيجي الله يهديك؟ راه مشغول كابوني اليوم، خصهم 8 السوايع باش يمشي ويجي على الاقل. فهمتي؟ فهمت. يلا نوريك دابا كيفاش كيديروا داكشي في هاد الموسيقى. لا زعما كيفاش غيكونوا كيديروا؟ بحالنا بحالنا؟ وتشوف يا بنتي من قلبها غير بحالنا. لا زعما عندهم شي طريقه في شكال معلوم. اجي عمرك تفرجتي في كل الافلام اللي كيديروا في التلفازه مورا 12 ديال الليل؟ لا 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 ما كنتفرجش في داكشي. ما عمرك ما شفتيهم؟ لا ما كنعرف ملي كاين شي قنوات ديال قله الحياه. قله الحياه كنت سمعتك جميله كل ما تعلق في الضحك. علاش غادي تموت عليا بالضحك؟ حيت داكشي ولا عادي. راه هي ونبيل ديما كيديروا في كل الافلام اللي كيديروا في التلفازه مورا 12 ديال الليل. ويلي مالهم تسطاو؟ راك انت اللي مسطيه. وانت باش عرفتيهم؟ دابا كاين واحد التقريبه في الحمام ورا بيتهم، فاش كيكونوا كيديروا داك الشيء اللي ديما كنطلع عليهم. واش ديروا؟ ما حشمتيش. كيفاش كيديروا؟ اش نقول لك؟ لا رجعوا لله. اش من رجعوا لله؟ شنو بغيتي ديري بحالهم ولا شنو؟ وشنو فيها؟ كيفاش شنو فيها؟ شوف اجي نوريك كيفاش كيديروا. اجي جيب لك الشيء. انت راك حمق. غادي نبداو ولا ما عجبكش نحبسو؟ شوف ما نبداو ما حتى حاجه، انا ما غاديش يعجبني داكشي، ما غاديش يعجبك. والله حتى غيعجبك. تفضلوا بينا. عمر واسي عمر، السلام عليكم اخويا. اش بغيت؟ حل حلينا بابا حرم مال الوالدين. ما نقدرش. وعلاش ما تقدرش؟ اوامر السي نبيل. وعلاش؟ ما عرفتش. السي نبيل قال لك ما تحلش الباب. اياه. شفتي؟ ما سمعتيش كلام التقي. كون خديتي النوع الثاني من الكاميرات اللي كيصوروا حتى في الظلام كون حسن. ما درتش في حساب الظلمه. انت حرمتينا من المشاهد المهم. ماشي مشكل، غدا يجي التقني ويعاود لنا دوك الكاميرات كاملين. ايوا قول له الكاميرات اللي كيصوروا حتى في الظلام. ولا حتى شي واحد حاجه. حمود وفاطمه مالهم؟ ما بالكش مصدومين، ما نطقوا حتى بكلمه. ماشي غير مصدومين، عقدناهم. كون دارها لينا شي حد كون شوهناه. ما من الله شراهم يديروا دابا. شكون؟ حمود. هذا سي نبيل. حمود دخل دخل. السلام عليكم سي نبيل. السلام. وعليكم السلام سي نبيل. راه كنا بغينا نخرجوا ولقينا الباب مسدود. هي كنتو باغيين تكملوا السهرة برا؟ لا لا سي نبيل، كنا باغيين نشوف حالاتنا. شنو هذا مقلقين منا ولا؟ المفروض حنا اللي نتقلقوا. هي ولكن حنا راه سامحناكم حيت ضحكتونا. داكشي اللي درنا راه ولا كيضحك. انتوما اللي دخلتوا لحياتنا الشخصية ماشي حنا. ايوا علاش هادشي كله؟ مابقاش عندنا الوجهة سي نبيل باش نبقاو خدامين عندكم. اوكي، أنا غادي نقترح عليكم اقتراح. إلا بغيتو تمشيو فحالكم، غادي نعطيوكم فلوس الشهر ديالكم. وإلا بقيتو معانا، غادي نعطيوكم فلوس الشهر، ونعطيوكم 10,000 درهم مقابل داك الفيلم القصير اللي درتو. واخا ما شفناش النهاية. شنو قلتو؟ واخا لا جميل، واخا غناخدو الفلوس. برافو، تستاهل.
تستاهلوا 10000 درهم وغادي نعطيكم حتى الحوايج ديالنا اللي لبستوهم. تفضل. الله يرحمه والدينا. شكرا. يلا تصبحوا على خير. صباح على خير. صباح على خير. سينا بي الله يعاونك. الله يعاونك. حطيتي البيجاما ديالي ولا ما تشاوري معايا؟ زعما كنتي غادي تلبس البيجاما من بعد ما لبسها محمود؟ وعلاش لا؟ انا كنت ناويه نرمي كاع الحوايج اللي لبسوهم. هو رميت هذا الفراش هذا تو نعسوا عليه. لا لا الفراش. علاش؟ بالعكس خلاو لينا فيه الهمسات واللمسات. ماما خفيه كان اعظم. اجي علاش ما نديروش داكشي اللي دار محمود ومراته؟ ودلا هذيك راه داكشي اللي درنا حنايا باقي ما داروا فيه ترنص. لا انا عجبتني فيهم الحياه، عجبتني فاطمه ملي طلبت منه يطفي الضو. ايه وقولي الحبيبه انا نطفي الضو وصافي ونعسو. خليني الناس مالك تشكون اللي ترمت تحت راسك؟ وكيفاش زعما دابا بغيتي تنتقمي مني؟ علاش غادي ننتقم منك؟ ما عندي قانون، ما عنديش الخاطر. ولكن انا عندي القانون وعندي الخاطر. انتيش غادي دير؟ دير داكشي كله اللي بغيتي بلا ما تقيس فيه. كيفاش بلا ما نقيس فيه؟ شوف السر. واش الهضره كتقولي؟ رجع لله. فادي رجع لله. فين هاد الحماق؟ شكون؟ النجوم ديالنا. محمود وفاطمة. إيه، إمتى غادي نفطروا؟ راه نشوف شنو جلس نتي دير. وهاد محمود ما كيتهدش. 24 ساعة خدام. مالو؟ جالس كيبوس مراتو ومخلي الفطور. راجل. كيفاش هاد الراجل عاوتاني؟ إوا الفهم يفهم. نجيو من هاد الأمثلة الشعبية أصلا. صباح الخير. صباح. ياك ما خصكم شي حاجة سي نبيل؟ لا لا. باقيين مقلقين؟ لا. شي شوية عيانين وصافي. تبغيو تاخدو كونجي؟ ما كرهناش لا جميل. انتم عارفين باللي كنعتمدوا عليكم. ايه عارفين. ماشي مشكل، انا غادي نعطيكم كونجي 3 ايام اوكي. شكرا لا جميل. الله يرحم الوالدين. وهكذا غادي ترتاح ليا مع راسك. وما تنساش دير معاك دوك البيجامات اللي عطيناكم. واخا سي نبيل. واش عرفتي بشحال شريهم هذوك؟ لا ولكن بين عليهم غالية شوية. هذوك راه مشريين من باريس ومخلصين بالورو. نبيل كيوكي ما تنقش معاهم. صافي يا أستاذ كاميرات كلهم خدامين. هي ممكن نخدمهم اليوم. خدمهم وقتاش ما بغيتي، راه درت الكاميرات ديال الليل وديال النهار. سيدي مزيان ما عندي ما ساق. فهمتي يا أستاذ. تاهم تيستي. شحال حسبتي عافاك؟ لا صافي صافي، مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. شخباركم؟ الحمد لله. الحمد لله كلشي لاباس. جبتوا لنا شي حاجه معكم؟ ولا بد. بحالاش؟ السمن والرغايف وزويته بلديه وشويه الكرموس. ايوا هادشي هذا راه تيشهيه. فكرتيني راه العشيه هذه ان شاء الله عيد ميلاد ديال السيده جميله. واخا سي نبيل مبروك. ان شاء الله تسهروا معنا ياك. ان شاء الله. ان شاء الله على عينينا وراسنا. ونصب لكم شي حليوه ولا؟ بلاش عليكم، حنا غادي نجيبو معنا الحلوة وانتما وجدو لنا دوك الشهيوات اللي جبتو معاكم. غادي نسهرو جميع. واخ واخ ان شاء الله.
خليكم توجدوا هذا الشيء حنا غنمشيو نرجعوا واخا 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 سمحوا لي راه داني النعاس مع العيال تصفروا ماشي نتوما اللي سمحوا لينا تعطلنا عليكم لا لا ما كاين حتى شي مشكل كنوعدكم المره الجايه غادي نسهروا جميع لا المره الجايه غادي نسهروا كلنا على برا تتبانوا لي بحال مقلقين علينا شويه لا لا ما مقلقينش سي نبيل ما مقلقينش زعما ما تكذبش لا حاجه علاش اللي ما نسهروش جميع لا راكم عيانين نخليكم ترتاحوا معيني ما حتى شي حاجه غادي نغني وغادي نشطح كيف جاك هذا المنظر؟ غادي نشوفوا فيلم السكس 100% ومباشرة من الملعب تفرج وسكت خليني نعيش القصة تياش من القصة اللي هاتي عافاك سكت اجيك ما بنت لك في هذاك البرهوش هيك ما خدمك انت اللي عندك تعجبك فاطمة عرفتي شنو نديرو؟ حسن تفرجوا ساكتين الله يرضي عليك باش ما نبقاوش نخسروا الهضرة الماتش سخن ودغيا تيسربوا دغيا تزبطوها لاين هاد محمود مسخوط مسخوط نيت فين مشاو؟ غبروا ياك حط الكاميرات في كل بلاصه انا لا الا غيروا المواقع راه داك التليكوم وقلب عليهم سربي سربي قبل ما يبرد وصبري مالك خفتي تبردي اه ها البيت ما كاينش شوف الحمام ها الحمام شوف الكوزينه والو ها الكوزينه وبقى لي غير الطواليت هاد خياتنا غادي يحمقونا على عكس حتى انا نبقاو تنعسوا على الارض شنو دابا بغيتي نمشي نخرج نشري لك الموسيقى؟ قول سي نبيل شري لنا شي وحده واخا واخا شتي تقدم من جهه كتخسر لك من جهه اخرى وشوف كيفاش تحل هذا المشكل امو الفهمات لقيتها والله القاسم الى ظهري كيضرني راه حتى انا ضرني ظهري صافي حن الله خلينا سي نبيل فين ديروا هاد الضربه مطله جديده ديال بيت الناس واخا سي نبيل القديمه قديمه لو حب الزباله الا جات الخطر نقدر ناخذها واش نتوما ما عندكمش ناموسيه لا عندنا غير قدامه وما بقاتش صالحه والمدام مسكينه كيدير هاد الدار ولا صلحت لكم خدوها ما كاين مشكل واخا سي نبيل شكرا شكرا يا خويا شكرا سي نبيل صافي غير مصاوي استعملوها غنستعملوها سي نبيل غنستعملوها احنا نشوف اش بغيتي تشوفها سي نبيل لا 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 غادي يطلق لكم انا مازال فيها ما يدار مازال فيها ما يدار فين محمود يعاونك عيان شويه ومشي يرتاح شنو عنده لا قبيله تهز الناموسيه بوحدو وجعو ظهرو كي يمشي نشوف كيفاش بقى ماشي مشكل ممكن تمشي شكرا انا غادي نمشي ونعاود نرجع باش نجمع الطلبه اوكي شكرا واليوم غادي تبدا الفرادة والنقل مباشر انت متاكد الملعب جاهز ما يكونوش بداو اللعب دابا او ما تنظنش قالت لك محمود كيدرو ظهرو ممكن تكون كتكذب علينا في الحقيقه ممكنه يلا نمشيو نشوفو واش كيديروا يلا
راه مازال خاصني نجمع الطبله. شوفوا لو تنتج الغدا وجمعها مع لا عمرنا خلينا ماكله فوق الطبله حتى الصباح. يا ربي تعفونا من الخدمه هذه. كيف ما كان الحال هاد الناس يعاملونا مزيان. اه كيعاملونا مزيان. وقيلا عجبتك ديك الفضيحه اللي داروا لينا. ايوا حنا اللي منا لافوت. تلقاهم كيتفرجوا فينا كل نهار. اش نقول لك؟ يكونوا مازال كيديروا شي حاجه. بركه في الفياغرا. صافي خلينا نهضروا. كتشوفي كيفاش كيهضروا علينا هاد البراش؟ ياك ما تنظلموهمش. واسكت خلينا نتفرجوا. نايف سعدات شكون محمود؟ شكون من غيره انا؟ عجبك فاطمه؟ في الحقيقه زوينه. حتى انا كيعجبني محمود. كيفكرونا في شبابنا. تعقليه جميله. ما تفكرنيش، خليني نشوف هادو شنو غيديروا. ما عرفتش هاد الشباب اللي كيمشي علاش كيدي معاه كلشي. كيفاش كلشي؟ وانت عارفه راه كيدي معاه اللي ترى والرغبه والصحه. هضر على راسك، انا بعدا باقيه شباب. يا دابا انت كتحسبي راسك باقا شابه؟ معلوم، ولكن انت سمح لي بان عليك الكبر. ايوا قلت لك لالا انا راه كنبان صغر منك. صغر مني؟ ضحكتيني صغر مني. شوف نقول لك واحد الهضره، حنا راه جالسين تنكذبوا على راسنا. مع العلم انه كلشي باين. اش كتعني؟ تنعني بان الحب بيناتنا مازال، وفينا هي الرغبه واللي ترى اللي كانت شحال هادي هي غاديه وكتنقص. عندك الحق، هادشي علاش ولينا كنحسو بالملل. يا وشنو هو الحل؟ ما عرفتش، حتى الفراجه في خصوصيات الخدامين ديالنا كتخليني نحس ب لا دا 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 عرفت كاش باغا تقولي دابا. كيبان لي احسن نطفيو التلفزيون ونوضو الناس. من الاحسن. محمود بدلتي الماء؟ سي نبيل بدلت. راه يمكن تعوم انت ومرتك الا بغيتي معنا، ما كاين مشكل. لا سي نبيل حشومه ما جاتش. ما فيها والو صح. واخا واخا سي نبيل، شكرا شكرا بزاف. نجيب لك حاجه تشربها؟ جيب لنا ويسكي. واخا سي نبيل. يلا تلاحي. ما بارد. لا بالعكس، وما دافي والجو سخون. اش كديري؟ سيري جيب القطعه. شوفي زيد كل الماكلة. ويلي نحسك. سكتي دابا يسمع. سكتي شو شو ماما الفرش اليوم هادي واش تيحشمو؟ في الحقيقة ماشي هما اللي ما كيحشموش، انا اللي كنت كنطلع عليهم. واخا شارفة باقا شادة في راسها. انت استاذ نبيل زوين. حتى الأستاذ نبيل زوين؟ سير سير شوفي شغلك.
جميلة بغيت نسقسيك، انا ما جاوبيني بصراحة. شنو بغيتي صار؟ بغيت نعرف ملي كنا قبيلة في لابيسين كنت باوسو، شنو كان احساسك؟ رغبة ولا حب؟ كنت نحب ورغبة. لا بغيتك تجاوبيني بالضبط عافاك، واش كانت هذيك رغبة ولا حب؟ اش هاد الاسئلة الغريبة؟ واش ما نتذكرش بصراحة. واخا، وانت ملي كنتي كتبوسني باش كنتي كتحس؟ انا غادي نجاوبك بصراحة، ولكن ما تقلقيش يا سيدي. غير قول، ما غاديش نتقلق. انت عارفة بلي انا كنبغيك، ومتأكد بلي حتى انت كتبغيني، انما اليوم ماشي بحال البارح. شحال هادي كنا كنحسو بالحب وبالرضا، اليوم الحب مازال، ربما تيزيد، انما الرغبة والإثارة بداو تنقصوا يوم على يوم، وهذا شيء طبيعي. وكتظن بلي انا ما حساش بهذا الشيء؟ انا عارف بان كل الازواج كتحسن في الاحساس اللي حنا كنحسوا به الان، ولكن ما عندهمش الجرأة باش يطرقوا لهذا الموضوع ويناقشوه بيناتهم صراحه. خليك من الناس وهضر علينا حنا، شنو هو الحل؟ الحل بين يدينا بجوج. نبيل قل لي بصراحه، باغي تزوج؟ كاين شي واحد فينا اللي كره؟ شكون قال لك انا باغا نتزوج؟ نبيل واش حماقيتي ولا اش وقع لك؟ شوف الا كبرتي مخك غادي تفهمي كلام. راه الحل الوحيد هو التغيير، برك من الكذوب والنفاق، الحياه قصيره. غادي ناخذك على قد عقلك. قول لي كيفاش غادي نتزوجو، وشكون هادو اللي غادي نتزوجوهم؟ واش ندارلك ياك ما بانتلك في هادو؟ واش رايك حتى نفهم عاد نعطيك رأي. شنو قلتي؟ موافقه؟ اوكي، ولكن كنظن غادي يوافقوا بسهوله. وطبعا لا، خاصهم بعدا حتى يجربوا حياه ديال الترفيحه ومن بعد نورطوهم. كيفاش؟ غادي نخليهم يدخلوا لحياتنا يفوا بها، ومن بعد نحرموهم منها. ما فهمتش، وضح كلامك. انت انا نفسر لك، حنا غادي نخليهم يعودوا هما سيادنا، وحنا غادي نوليو خدامين عندهم مده شهر ماشي، ورا ربما حتى حنا غادي تعاوننا باش نحبسوا داك الروتين. واش ضرك نبيل؟ عمرك جربتي الفقر؟ واش نسيتي شكون انا؟ ما نسيتش، وحتى انت راك عارف انا بنت من، لهذا انا مستغربه. ايوا نجربوه. نجربوه علاش لا؟ غير هو واش نقدروا ولا لا؟ احنا ما خاسرين والو، غادي نتسلاو شي شويه وصافي. عندك افكار غريبه. عندك شي افكار غيرها؟ عرفتي اش غادي دير؟ نعس دابا وغدا نجربوا حياه الفقراء. وعلاش ما تقوليش نجربوا حياه الاخرين؟ شكون؟ شكون؟ نوض الفطور واجد. واخا حنا جايين. واخا شفتوني نهار الفطور؟ ماشي مهجر. كنا عارف خليتونا نعاونوكم ولا لا؟ ما يمكنش، كيخصكم تصرفوا بحالنا، هذا هو قانون اللعبه.
كيفاش زعما غادي نتصرفوا بحالكم؟ شوف السي محمد، خاصكم تحسوا بانه حنا خدامين عندكم، حنا ماشي شغالين ديالكم، انتم هما سيادنا. واخا زعما انتم غادي تبقاو تديروا داكشي كامل اللي كنا حنا كنديروا؟ معلوم، كيخص كل واحد فينا يعيش الدور اللي كيلعبو. اوكي اوكي. بلاتي نشوف شحال هادشي. يلاه صوري صوري مع الحلوه. يلاه يلاه عزيزي. يلاه باش محتفلين نتوما؟ عيد ميلاد زواجنا. الاحتفال بعيد الزواج كيخصو حوايج السهرات. ايه ولكن حنا راه غير بغينا نفرحوا براسنا ونديروا التصويرات، حيت في العرس ديالنا كاع ما درناهم. فاطمه اش كتشرحي لهم؟ واش حنا باش كنا خدامين عندكم كنا كنقول لكم اش لابسين فين غاديين فين جايين اش درتوا اش ما درتوش؟ صافي صافي ما غاديش نبقاو ندخلوا فيكم. انا راه عندي لكم واحد المفاجاه. سي نبيل انا راه ما كنشربش. لا لا غادي تشربوها. وانتم عاوتاني باش كتدخلوا لنا في داكشي ديالنا صاحبي. صافي حنا غادي نمشيو ونخليوكم على راحتكم. ضروري تسرقي الحلوى من الثلاجه. ما نقدرش نشوف الحلوى وما ناكلهاش. شتي اش الفقراء كيدايره؟ انت منين جبتي هاد الويسكي؟ انا جبته من البيت ديالي. قلت سرقتيه. انا راه تشرب كل يوم ولا ما شربش كتجيني الكآبه. علاش ما تقطع الشراب وتعوضه بحاجه اخرى؟ بحال شنو اللي غيعوض لي هادشي؟ قطع الشراب ورجع لمولاك. وراه كنت كنصلي. أول ما صباك ضربتيها بورصة وقطعتي الصلاة ورجعتي للشراب. إيوا هم الدنيا كيشطن. دابا شنو شاغلك؟ فلوس. ولكن انت اليوم غادي نقطع الشراب ونعاود نصلي. شنو تصدع؟ وقيلا محمود وفاطمة. واش بغا يكون واقع؟ يلا نشوفوا مالهم. يلا. ما تكونش واقع. شوف القرعة المسكي خاوية. هو وين المسكي اللي فيها؟ يلا نمشيو نجيبو الطبيب يلا. فين هما هاد الناس دابا؟ نراهم في الغرفة الفوق. قلتي لي بلي شربوا كمية كبيرة من الويسكي. أول مرة تيشربوه. تفضل معايا نوريك الغرفة. ما تخافوش يمكن لكم تفضلوا برا. واخا دكتور اجا نبيل. شفتي افكارك فين وصلتنا؟ واش هذا وقته؟ صافي انا ما بقيتش قادره نكمل. بقات يومين وسالي شهر العسل. ما تخافوش راه يفوتوا شويه في الويسكي. شكرا الدكتور.
واش كنتو دايرين شي حفله تنكريه؟ هي حنا باقيين حنا باقيين الحاجة رجع لا قطع لي قلبي حنينة حتى انا فاطمة راه قطعت لي قلبي وما نصبروش شي شوية شكرا كنا غادي نموتوا يموتوا عديانكم شكرا ربي يخليك الله معنا والصبر دوانا الله العظيم الا قطعت لي قلبي قلبك حنينة حبيبة وعتق راسك والان المفاجاه الكبرى اكمل ويسكي عاوتاني يا غير ويسكي بلاش لا لا مفاجاه من نوع اخر تفضلوا معايا سعيدة فاطمة عيد ميلادي أنا؟ أييه أش عرفتي؟ بلا كارت ناسيونال اللي عطيتيني أنا اللي جيت تخدم عندي والله إلا نسيت دابا غنشعش ما عندك سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا فاطمة سنة حلوة يا جميل كيف تكون التجربة ديال الحياة الجديدة؟ بعد أنا سي نبيل في هذا الشهر أول مرة حسيت براسي بنادم أنا كنحس براسي بحال عايشة في شي حلم دايما الحلم راسي راه ممكن الحلم يرجع حقيقي للوجود ما تفلوش علينا الله يخليك راه حنا عارفين بلي الملل هو اللي خلاكم درتو معنا هاد اللعبة هادي وصراحة راه حنا عجباتنا ولكن راه الفقر هو اللي خلينا درنا هادشي حنا فعلا تنعانيو من الملل بالمقابل انتما تتعانيو من الفقر حنا عندنا المال انتما عندكم الشباب
وانتم عارفين الا متنا الحكومه غادي تاخذ جميع ممتلكاتنا لان ما عندناش اللي ورث. حنا مستعدين نديرو كمورثه ديالنا الا بغيتو. حنا نورثوكم السي نبيل. ايه جات غريبه معلوم ولكن بشرط. اش من شرط السي نبيل؟ انا غادي نطلق مراتي جميله. وعلاش السي نبيل؟ لاله جميله احسن مره شفناها في حياتنا. ولكن انا ما عندي حتى شي مشكل. ما عندك حتى شي مشكل؟ انت كذلك غادي تطلق مرتك فاطمه. وعلاش غادي تطلقني؟ مالي اش درت له؟ لا شوف علاش بغيتيني نطلق المراه سينان؟ باش نتزوجوا. ولكن حنا راه مجوجين. انا غادي نفسر لك. انا غادي نطلق مراتي جميله وغادي تتزوج بها انت. انت غادي تطلق مراتك فاطمه وغنتزوج بها انا. دابا عاد باش فهمت وتسمح لي انا نفهمك شي حاجه. حنا راه واخا فقراء وما عندناش ولكن لحمنا ماشي للبيع. فهمتيني السي نبيل؟ ماشي للبيع. محمود فكر مزيان قبل ما تهدم كلشي. اش باغي تدير انتي؟ ما سمعتيش قال لك؟ ما سمعت ولكن راه ما فهمت حتى حاجه. يلا انا نفهم. فين غادي؟ غادي في حالتنا لاله جميله. راه ممكن تفهموا. ما نتفاهموا ما والو، ما غير لا فلوسكم داكشي ديالكم مابقاش خدام لينا. الله يعاونكم لاله. زعما ما كنتو. الله يعاون. أول مرة غادي ناكل من يديك. أكيد ما غاديش يعجبك. لا أي حاجة جات من يديك غادي ناكلها. دير بحسابك تجيب لنا خدامين جداد، أنا راه ما غاديش نقدر على هاد الشيء. إن شاء الله إن شاء الله. في الحقيقة أنا مستغرب بزاف. هاد محمود وفاطمة اللي كيرفضوا عرض مغري. الفقر والشجاعة. أش من الفقر والشجاعة؟ قول لي الفقر والكلاخ. تبغي الصراحة؟ محمود وفاطمة طلعوا أحسن منا، والله إلا خلوني نحس بالإهانة والإحتقار ديالنا. أكيد شي حاجة غلط. أكيد شي حاجة غلط. واش كاين شي واحد في الدنيا كيرفض الفلوس؟ كاين. شكون؟ محمود وفاطمة. وأنا راه بغيت غير نفهم علاش؟ حيت عندهم مبادئ وأخلاق. كتسني شي حاجة؟ لا. ما غتصدقيش اللي قلتها لك. شكون؟ اصحاب المبادئ. محمود وفاطمه؟ مستحيل. السلام عليكم. اجي معايا محمود. فين غنمشي معاك يا لاله؟ فين؟ غير اجي معايا. فين؟ انت يا فاطمه اجي معايا. السي نبيل راه باقا مراتي. واخا سير دابا ترتاح وغدا نكملوا الهضره. فاطمه يلا مشي. فين؟ بيتنا. لا فاطمه دابا انا خطيبتي. أسيادنا واش يمكن لي ندخل بخيط أبيض؟ لا لا الحاج غير خذ الإجراءات ديالك. أيضا متفقين؟ متفقين الحاج. يبدا. يلا سيدي رمي عليها الطلاق. يلا أنبي. جميلة أنت مطلقة. يا كنتي متفقة معاه. عمري ما تصورت غادي نطلقوا شي نهار. يلا يا محمد طلق فاطمة. ما غاديش نقدر سي نبيل. علاش؟ ياك ما غيرتي رأيك. نبيل تهدم اصبر عليه شوية. وانت يا فاطمة هضري مع محمود. الحياة قصيرة ولازم تعيشيها بالطول والعرض. طلقني يا محمود. صافي هادشي اللي بغيتي نطلقك.
فاطمه ما غاديش نتخلاو عليكم، غادي نعوضوكم على كل شيء. واخا انت مطلقه دابا راه خصكم تعرفوا الا بغيتوا تتزوجوا خصكم 3 شهور و10 ايام، وما يمكن لكم تكونوا بوحدكم الا بحرم. ما كاين شي حل اخر الحاج؟ هذا هو الشر. نصيب السيدة دابا باقي كيحلم راسو مع مراتو. هادي باقا كتحلم براجلها. فاطمة فاطمة فيقي فاطمة. شنو طلع النار؟ لا باقي الليل. علاش اللي ما تباتيش في بيت اخر؟ الدار عامرة بيوت. علاه شنو درت؟ من قبيله وانتي لاصقه فيا، سالي نعسي في البيت الفوق. ما نقدر نخاف نعس بوحدي. كتخافي؟ والله وانا نعسي نعسي. ما عرفتش علاش هاد 3 شهور و 10 ايام هايبط. سي نبيل حنا ما عندنا ما نديرو، هذا هو الشرع. واش انت غادي توريني شرع الله؟ كان ممكن نفطرو جميعا نجلسو جميع عاش فيها. سي نبيل راه مزيانة دابا، حتى انا ما غاتجيني في شكال الا شفت مراتي معاه. ما باقيش قول مراتي، فاطمة راه طليقتك دابا. مراتي مراتي اسمح لي سي نبيل راه نسيت راسي شوية. تخلقتي في الحقيقة هاد المدة طويلة، والحل هو نصبرو. واخا في الحقيقة توحشت محمود. المفروض توحشي نبيل ماشي محمود اللي طلقك. وسي نبيل غادي نتوحشو علاش؟ باعتبارو غيكون راجلك. ايوا حتى يولي راجلي. شكون؟ انا جميله، ما خليتش نمرتي تطلع عليك باش ما يعرفش محمود باللي كنهضر معك. اوكي كيداير؟ لاباس لاباس لاباس. المهم بغيت نكلمك على محمود وفاطمه. مالهم؟ واخا طلقوا باقيين كيتحابوا. واش فيها؟ راه مع الوقت غادي ينسى. في الحقيقه هاد المده اللي غتفصلنا على بعضياتنا مساله ايجابيه. والله هذيك انا راني في الجحيم مع محمود، ما كيغسل لا سنان ولا رجليه، ما تيغسلش حتى لحمه. لا ما تبالغش، ما تنساش راه دابا خطيبي. المهم حنا خاصنا نخليهم ينساو بعضياتهم، وخاصنا نهيئوهم للحياه الجديده. وكيفاش؟ شوف انت غتعلم محمود كيفاش يعاملني، وتقول له على كل الحوايج اللي كتعجبني واللي كتقلقني، وعطيه فكره كيفاش كنا عايشين. وانا من جهتي غادي نخلي فاطمه تولي فوتوكوبي مني. ولا كنت باغي فوتوكوبي ديالك، علاش غادي نطلقك؟ اش بان لك في هذا القرار اللي خدينا؟ وي ما عرفت. وانت؟ حتى انا ما عرفتش وما بقيتش قادر. ماما حتى انا راه ما قداش. علاش ما نرجعكش ونجمع حوايجنا ونمشيو فحال هادنا ورجع عاوتاني نخدموا في الديور وناكلوا الشياطه الا شاطت على سيادنا، نسكنوا في بيت وكوزينة ما قدين حتى نولدوا الدراري. برافو برافو، فيلم هندي ولا تركي؟
ماشي من المفروض كان يكون معكم محرم. اجي ونعلمكم كيفاش يعودوا بناتهم. عوض ما تبقاو كتبكيو على الفقر اللي كنتو فيه. فقراء ما عندناش، ولكن لحمنا ماشي نبيل. فهمتينا السي نبيل؟ ماشي نبيل. طلقني يا محمود. صافي هادشي اللي بغيتي نطلقك.
يمكن لي عافاك نمشي نتنفس شويه الهواء. واخا صاحبي. لا جميلة عافاك نكرم نمشي للطواليت. واخا ولكن ما تعطلش. لا ما نتعطلش. لالا جميلة. جميلة ما بنت ليكش فاطمة؟ ما شفت لا فاطمة لا محمود. ياك ما رجعوا لبعضياتهم؟ ما نضلش يديروا. فين مشاو؟ ما نعرف. رجي معي نقلبوا عليهم. يلا. صباح الخير لالا العروسة. صباح الخير. واش تفرحانة؟ شنو بغيتيني نبكي؟ كاين شي واحد كيبكي هو لابس 20 مليون ديال الدهب. انت اللي بسلامتك لابس مكانة عمرك ما حلمتي انت بها؟ واعر هيك. خلينا هادشي. اش درتي انت من بلاد الليلة؟ ماشي حشومة تسولني بحال هاد الأسئلة. كاش من أسئلة ولا حشومة ولا هذا عاودي ليا. شوف دابا راني مرا مزوجة وحتى انت. لا محمود ماشي هكذا. كيفاش بغيتي ندير هكذا؟ هكذا احسن. يا كنا كنديروها ديما. واو ملي تفرقنا ما درناهاش. راه نسيت. يلا كمل ما تحبش. صافي ما تخافيش انا غادي نكمل. واش شتيش ما درتي ثلاثه لحالتي؟ صافي ماشي مشكل. مسحي واش غادي نبقاو واقفين هنا حتى يحبلها؟ بلاتي نتاكدوا. حيد عليا خليني نقتل يماه. اش كديروا؟ كنصايبوا الفطور. وانا كنوجد لكم واحد الحلوه. واش حماقيتوا ولا شنو جاكم؟ علاش؟ ما بغيتوش تفهموا. راكم ما بقيتوش خدامين. راه وليتوا بحالنا بحالكم. الله يهديكم. واش كنا غايصايب الفطور؟ يلا راه كاينين الناس اللي غايديروا كل شيء ماشي شغلكم. يعني حنا شدو التقاعد وصافي. وعلاش حنا تزوجناكم؟ الو وي جبتو الفطور؟ واخا خليه عند العساس في الباب اللي يخلي. يمكنكم تمشيو. شكرا. وانتم اخر مره تدخلوا الكوزينه. يلا حيد داكشي من يدك. يلا تفضلوا معايا. غادي نتلاحو ولا طلع الاول شت لينا. ايه مستعدين. واحد جوج ثلاثة. شو لو كنت غادي نغرق؟ اتفقنا اللي طلع الاول شت لينا. واخا غير بلاتي غير نجي شوية.
تخوني قدام عينيا. سمحوا لي نسيت راسي. سير درق عليا وجهك الحمار. سير حمار الاخر. وعلاش هاد الاهانه كلها؟ وعجبك هادشي اللي دار؟ لا لكن ما كانش في وعيه وزيدون اعتذر. وانت يا مالكي؟ كيفاش مالي؟ ايوا شنو مالك؟ ما تنساش بانه كان راجلي، وقبل ما يكون راجلي راه كان زميلي في العمل. زوينه هادي راجلي وزميلي. انت كتعامل معاه بحال خدام عندك ماشي بصفته راجلها. شوف لالا محمود كان خدام عندي فعيني غادي يبقى ديما خدام. يعني حتى انا مازال كتشوف فيا خدامه ديالك. ودابا انت يا ماشي انت يا مراتي. انا بعدا عمرني ما نسيت بانك انت سيدي، وهذا الشيء اللي وقع دليل على انكم دائما غتبقاو تعاملونا بحال الخدامه ديالكم، وعمر صورتنا ما غتغير بالنسبه ليكم. وقيل زدنا فيه شويه، وانت ما كانش خاصك تتكلم معها بهذا الشكل. ما شفتيهاش كيفاش كانت كتدافع عليه؟ كانت كتدافع على نفسها. ايه ولكن حنا ضربناه هو. ما تنساش باللي هما بجوج من طبقه واحده ومستوى واحد. ولكن محمود شوف هذا الشيء اللي وقع لمحمود يا ما وقع لنا شحال من مره ملي كنا كنفوتوه في الشراب. عندك الحق، فكرتيني في حياتنا. توحشتك جميلة، توحشتك الأيام السعيدة اللي كنا تنعيشها. حتى أنا كيجيني نفس الإحساس. صح. شفتي محمود جاه نفس الإحساس، ولكن الشراب خلاه يضعف. عندك صح. شنو غادي نديرو دابا؟ نعتذروا ليهم ونتصالحوا معاهم. كتظني بأنهم غادي يقبلوا اعتذارنا؟ ممكن يقبلوا اعتذارنا، ولكن إحساسهم بالإهانة والاحتقار ماشي ساهل نمحيوه من قلبهم من غير إلا حسوا فعلا أنهم ولوا بحالنا بحالهم. ما فهمتش. محمود وفاطمة خصنا نفكروا لهم في مستقبلهم. يا ولا إحنا ما وعدناهم شي باش غادي يكونوا هم الورثة ديالنا. ولا طول الله في عمرنا ولا هما سبقونا. عندك صحيح. شنو المطلوب؟ خصنا نعوضوهم. أنا كنظن إلا عطيناهم النص في هاد الدار غادي يحسوا باللي حتى هما مالين الدار وباللي حنا عائلة واحدة. شنو موافق؟ في الشام فيها الجوع. حتى أنا ما فياش. دليل إضراب على الطعام. حنا كنعتذروا وسمحوا لي على كل كلمة صدرت مني. وانتوما سمحوا لي راه فيه الناس غنطعميش. واخا بلاتي بلاتي حتى نقول لك واحد الكلمه مهمين. محمود صبر شويه سمع شنو غيقول. باش تحسوا بانه ولينا بحال بحال وحتى شي حد ما احسن من حد، حنا قررنا باش نكتبوا لكم 50% من هذا القصر. يعني كل واحد فينا غادي تولي عنده 25% من هذا القصر. غادي تسنيو الورقه دابا، وغدا غادي يجي المحامي باش يبدا الاجراءات ديال الهيبه. ولكن ما غادي تسنيو حتى تسامحونا. سي نبيل دابا الا فهمت مزيان، انا وفاطمه غادي يولي بحال مشاركين معكم هذا الشيء كله. تماما. عاوتاني يا بنادم شنو سمحوا لي راه مع الفرحه وداك الشيء. واش نكون معكم فرحتكم؟ شكرا. هاتي هاد الشيء اللي قلتي دابا راه حيد لي الشهيه. صدق وهذا تفضل تفضل تفضل. أول مرة
رقم غير. عندك الحق أول مرة. ليك ما بقى فيك الحال. مالهم؟ وأنت؟ إلا بقينا كنهضروا هكذا غنضروا بعضياتنا. ومن الأحسن نستغلوا غيابهم في الحوايج اللي يسعدونا. بحالاش؟ نغني ونشطحوا أي حاجة. واخا. عندي لك مفاجأة. شنو طوموبيل؟ شكرا. يلا أجي معي. أنا عطيتو مهدئات. شنو عنده دكتور؟ مسألة طبيعية، إنسان كيبدا يكبر القلب ديالو كيضعف. في الحقيقة مؤخرا ولا كيعيا بزاف. غدا إن شاء الله جيبيه ليا نعملو له التحاليل ونديرو له التخطيط ديال القلب. إن شاء الله. صافي ارتاحي سي دابا بغيتي تقتليه راه ما يحسبنيش مريض ما يسحبلكش مريض يلا دوزي قابليه لا فاطمه خليها بعدا حتى هي راه عيانه خليها تمشي
باش حاسة حبيبو؟ لا شحال هادي ما سمعت هاد الكلمة منك. حتى أنا شحال هادي ما سمعتها منك. حس قلبي مزير عليا. نبيل ممكن الدكتور؟ لا لا بلاش شوية وندير لاباس. شكلي شي ومشي هادشي. يلا ارتاح حاول تنعس شوية. خليك معايا. واخا حبيبي أنا معاك. ما كانش خصنا نديرو هادشي اللي درنا ياك. عافاك ما تهضرش بزاف. حاول تنعس. خليك معايا. ونهضرو من بعد. واخا. مالك كتبكي؟ زعما انت اللي فرحان؟ مانو فرحان، ساكن في دار واعره لابس حوايج جداد طوموبيله. والحب؟ حب حب جميله كتبغي. وانت انت شكون اللي كتبغي؟ عرفتي يا فاطمه، بنادم في حياته ديما واحد النهار خصو يختار. انت اختاريتي الفلوس. ايه اختاريت الفلوس، ولكن راه مازال كنبغيك. مازال كتبغيني؟ ايه مازال كنبغيك وما كرهتش نرجعو كيما كنا شحال هادي. مايمكنش ابي. علاش مايمكنش؟ الناس ديما كيطلقو وكيرجعو لبعضياتهم بحال شي حاجة. ما حنا داكشي اللي دابا سميتو الطلاق. وشنو سميتو؟ اغتصاب محمود. انا وياك تغتصبنا بالمقابل. علاش كتبكي يا جميلة؟ حاسة بلي ربي غضبان علينا. نادمة؟ ما نكذبش عليك، ندمت اللي طويت نفسي وخليتها تاخذني بعيد على مبادئي ودي. عندك الحق. اي بابي انت صديق الدكتور. لا كنحس بشي حاجه ماشي بحال داكشي اللي ملفتيني. بلاش باش كتحس؟ كنحس بالرحيل. نبيل خليني اتصل بالدكتور. خليك معايا نطلب منك حاجه وحده. شنو حبيبه؟ قول. عيط لي محمود وفاطمه نطلب منهم يسامحوا لي. انا نجيبهم لك. انت مازال غادي تعيش ونرجعوا لبعضياتنا ونبقاو مع بعضياتنا الاخر يوم في عمرنا. محمود نبيل بغاكم. ألو دكتور، أنا جميلة الحمد لله لاباس، غير نبيل عيان. شفت الأزمة ما خلانيش نتصل بك. كيقول بلي حاس بالموت. أنا خايفة دكتور، نبيل كيستعمل الفياغرا اللي منعتيها عليه. عافاك أجي بسربة. عافاك الله يخليك. زيد فاطمة جلس حدايا. زيد محمود كتبكي يا فاطمة رغم كاع هادشي اللي دوزنا عليكم؟ هادشي كان مقدر علينا. لا لا هذا ماشي قدر، هذا مكتوب. قدر ولا مكتوب ماشي بيدينا. لا قدر من عند الله، المكتوب تنديروه بيدينا. يعني هادشي كله اللي درنا غنتحاسبو عليه؟ معلوم. ولكن نتوما اللي خططتو. ايه وانتوما قبلتو. الله اعلم بلي الفقر هو السبب. لا حبنا لحياة الاخرين هو السبب.
انتم راه ممكن يسمح لكم ولا اما حنا لا حتى انتم الله غفور رحيم. انتم سامحتوني؟ انا بسامحك. شكرا فاطمة. انت خاصك تسامحني. علاش بنتي اش درتي لي انت؟ انا توحشتك. توحشتك هذا راه سميتها خيانه. اش ما كاين الله يهديك راكي مراتي. مراتك واخا واخا صافي صافي. انا خنتك مره واحده مع محمود. يعني محمود كان كيخوني. الكلب كتخوني. هذه هي جزاتي اللي رجعتك بنادم. وصافي يا جميله بركه. لا هذه ايه هنا بركه صافي. طلعوا برا ما بقيتش بغيت نشوفكم. واش نسيتي حتى حنا كنا كنخونوهم؟ سكتاني بيه. خاصنا نعوضوهم. انا كنظن الا عطيناهم النص في هاد الدار غادي يحسوا باللي حتى هما مالين الدار وباللي حنا عائله واحده. شنو موافق؟ بغيتيني نوافق؟ خصك تاخذوا لي حقي من محمود. كيفاش؟ وهو بس لي مراتي قدامي وحتى انا خصني نبوس مراته. واش حماقيتي ولا دايره سبه باش تبوسني؟ الحقيقه راه غير سبه. توحشتك. شنو المطلوب؟ وراكي فاهمه. اول مره واخر مره. اول مره واخر مره. علاش غادي نسكتو؟ انت هي كتهنيهم بحال حنا احسن منهم. حنا احسن منهم؟ لا حنا ماشي احسن منهم. حنا كنا بحال بحال غير كل واحد منا كيتمنى حياه الاخرين. وحتى شي واحد ما كيتمنى موت الاخرين. دكتور شريف الطريق. الو شي لقاني. الو شكون معايا؟ دكتور كيفاش؟ السيده ما غاتقدرش تجي. عيطي لي زورجونس. جميل عيطي لي زورجونس. نبيل مات برا. حبيبة بوناني. ميرسي ادوارسي. فرحانة نبيل. ماشي فرحان. وانتي؟ في الحقيقة انا خايفة. ومنش خايفة يا حبيبة؟ خايفة تكرهني شي نهار. مستحيل امبوسيبل. توعدني. تنوعدك غادي تبقاي مراتي وحبيبتي الى اخر يوم من عمري. حتى انا كنوعدك اي حاجه كتعجبك غادي نديرها. تشين تشين. هاك خذ هاد الدواء دابا. وعلاش دابا؟ وخذ بلا بساله. واش ما بغيتيش تصدقي بان ما عمرنا غنولدو؟ ما تقلقش الطبيب قال لينا يمكن لينا نولدو. والطبيب راه غير تيخفف عليك راه جميع التحاليل اكدت بان انت عاقره. نبيل جرب غير هاد المره عافاك. اوكي. يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. وانا علاش عطيتك الدواء؟ كيفاش ما فهمتيش؟ ما فهمتش. عطيتك الدواء باش تشربو ونولدو. واش نشربو ونولدو؟ واش نتي مسطيه ولا مالك؟ ما فهمتيش. انا غادي نفهمك.
فاطمه خدات الورد ديالها وانت غادي تاخذ 25% اللي وعدك بها نبيل الله يرحمه. مدام جميله انت بالي درت لي عليا، الا بقى خاصك شي حاجه انا راه الاشاره. بقى حاجه وحده. ما هي؟ انا ومحمود غادي نطلقوا. وعلاش؟ انا باغيه نبقى بوحدي. فهاد الحال سي محمود واخا شكرا. مدام جميلة هنا صافي لعبه سرات كلشي رجع بحال الاول ولكن دابا عندنا شويه ديال الفلوس. كيفاش كلشي رجع بحال الاول؟ الكمامه باغي ترجعني؟ علاش لا؟ كنا راه ما قداش رجع لك محمد. فكرتي؟ فكرت ما يمكنش. صافي نبيل نساك فيها. نبيل عطاني العطف والحنان. نبيل كان تيحترمني، شفت معه احسن ايام في حياتي. تصور كان تيبوس لي يدي كل صباح. وانا انت ما قديتي تتحميني. شنو قررتوا؟ غترجعوا لبعضياتكم؟ دابا عندكم الفلوس. الفلوس ولكن حياتنا مشات. علاش ما نرجعكش ونجمع حوايجنا ونمشيو في حياتنا؟ ورجع عاوتاني نخدمو في الديور وناكلو الشياطه الا شاطت على سيادنا ونسكنو في بيت وكوزينه ما غادي حتى الولد والدراري. كنت متفقة معاه.